مصطفى بغداد ايضا لوالدك طبعا والده مدرب وبطل العراق وعربيا ايضا محمد عبد الزهره في بالملاكمه اللهم صل على محمد الله انا اول واحد لا تقول لابوك لا هذا انت صاد وابوك الملاكمه يعني صفاو شنو هذا الابداع يعني انا بصراحه والله ما سامعني شفت شلون الوالد مهتم بي الوالد مهتم بي مصطفى يلا يلا صفاو يلا حبيب بابا بالخراب ايه نوموني نوموني والله عن استحقاق وجداره عبور دنيا قطاي ما شاء الله يهوني قل لي تعاي عقبك انت الله الله عقبك انت عقبك انت جميل 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 فك لديك وقل لي بابا بني علي كل دفو بابا لي ابني خطية وانت ضرب لابو يفك لي عينك يلوينينك طردليني طردليني الله الله قل لي راجعني قفاي يا هو اللي قل لي تعال والله جيك دام تعال تعال مو هو مو هو لابس جفوف وملتزم بالامر الوقايه يا وقايه زعت شيف زعت شيف لابو سيج هاي بو سيج حبيبي حبيبي صفاو شو الصوت هذا هو جده مدرب وابوه مدرب شو الصوت هذا خوال اعلاميين بعد هو جاهم صار رادود ما شاء الله عائله يعني كلها متمكنه شو تقول استاذ سمير اي والله الله يوفقك نشوفك ان شاء الله نشوفك اعلى واعلى واحلى واحلى